شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى: البغة. تفضل بالقراءة كرما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: البغاة. البغاة لغة هم المجاوزون للحد، وشرعا مسلمون مخالفون للإمام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم. قتال البغاة. قتال البغاة واجب بما لا يعم ولا يقتل أسيرهم ولا مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يستعمل ما أخذ منهم ويرد بعد أمن شرهم. قال رحمه الله تعالى: البغاة. البغاة لغة هم المجاوزون للحد، والأصل في معاملة البغاة قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: البغاة لغة هم المجاوزون للحد، سمي به المتصفون بما بعده لمجاوزتهم ما حده الله تعالى وشرعه من الأحكام لخروجهم عن طاعة الإمام الواجبة عليهم. قال: وشرعا مسلمون مخالفون للإمام، هذا الشرط الأول. بتأويل، هذا الشرط الثاني. باطل ظنا، أي ليس باطلا قطعا بل ظنا، هذا الشرط الثالث. وشوكة لهم، أي وكانت عندهم شوكة، هذا الشرط الرابع. إذن إذا تحققت الشروط الأربعة فهؤلاء يسمون بغاة. قال: مسلمون مخالفون للإمام، وظاهر قوله للإمام أنه ولو كان الإمام جائرا. قال: للإمام بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كالزكاة. بتأويل باطل ظنا، أي بأن يتمسكوا بشيء من الكتاب أو السنة ليأخذوا بظاهره ويستندوا إليه. هذا التمسك بالدليل يحتمل الصحة بحسب الظاهر، وهو باطل في الظن. واضح؟ إذن ليس قطعي البطلان، وإنما هو ظني البطلان. قال: وشوكة لهم، هذه الشوكة تتحقق بقوة وكثرة، أن تكون عندهم قوة وأن يكون عندهم كثرة، بحيث يمكن معها مقاومة الإمام ويحتاج إلى كلفة في ردهم إلى الطاعة. تفهم من هذا أنهم لو كانوا أفرادا ينتقدون بعض تصرفات الإمام أن هؤلاء ليسوا بغاة، وبالتالي لا تنطبق عليهم هذه الأحكام، ليس عندهم كثرة وليس عندهم القوة، ولا يحتاج الإمام إلى كلفة في ردهم إلى الطاعة.
ولذلك قال وهذه أي وهذه المقاومة لا تحصل لهم إلا بمطاع، أي إلا بشخص يطيعونه وإن لم يكن إماما لهم. فمن فقدت فيه هذه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل، ليس عندهم تأويل أصلا، كمانع حق الشرع كالزكاة عنادا، أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين الذين قالوا إن شرع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بموته، هذا تأويل يقطع ببطلانه، أو لم يكن لهم شوكة، ليس عندهم شوكة قوة وكثرة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم، أو ليس فيهم مطاع، فهؤلاء جميعا ليسوا بغاة. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى قتال البغاة واجب، لكن يحرم على الإمام أن يقاتلهم قبل أن يبعث إليهم أمينا ناصحا. يجب أن يكون الشخص الذي يبعثه الإمام إليهم متصف بالأمانة، متصف بالنصح، يسألهم عن سبب خروجهم عن الطاعة، فإن ذكروا مظلمة رفعها الإمام عنهم. واضح؟ لا يجوز للإمام أن يقاتلهم قبل هذا، ثم إذا قاتلهم الإمام بعد إرسال الرسول إليهم لا يجوز للإمام أن يقاتلهم بما يهلكهم كسلاح عظيم. واضح؟ ولذلك قال قتال البغاة واجب، أي على الإمام أو نائبه، لإجماع الصحابة عليه أو لاجتماع كلمة المسلمين. قال بما لا يعم، أي أنه يقاتلهم بأمر لا يعم فيه الهلاك كنار إلا لضرورة، بأن كثروا وأحاطوا بنا، أي إن كثر هؤلاء البغاة وأحاطوا بالإمام، أحاطوا بمدينته بالمكان الذي يتحصن فيه، فله أن يقاتلهم بآلات الحرب العظيمة. وإلا فالأصل أن الإمام لا يقاتلهم بمثل الطائرات وبمثل المدافع والدبابات. واضح؟ لا يقاتلهم بهذا. قال بارك الله فيكم بما لا يعم، ولا يقتل أسيرهم، لكن لا يطلق، يعني إذا اعتقل أسير من البغاة لا يقتل، بخلاف أسير الكفار فإن الإمام مخير فيه كما سيأتي. أسير البغاة لا يقتل، لكن هل يطلق؟ يعني يترك؟ لا، لا يترك، بل يبقى حتى ولو كان صبيا، حتى ولو كان غير مكلف. قال لكن لا يطلق ولو صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم. إيش معنى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم؟ أي بحيث يؤمن عودهم مرة أخرى، تأمل أنهم لا يعودوا مرة أخرى. قال إلا أن يطيع باختياره، يعني إذا أطاع هذا الأسير باختياره فلك أن تطلقه. قال ولا يقتل أسيرهم ولا مدبرهم، مدبرهم الذي يهرب منهم، لا يقتل ولا يتبع، يترك، تمام. ولا يذفف على جريحهم، التذفيف معناه الإسراع في القتل، فإذا كان مجروحا لا نجز عليه حتى يموت، لا، تمام. قال ولا يستعمل ما أخذ منهم، لأن أموالهم محترمة، فما أخذ منهم لا يستعمل. واضح؟ قال ويرد بعد أمن شرهم، أي وترد إليهم أموالهم، وترد إليهم أموالهم بعد أن يؤمن شرهم. ولذلك قال ترد إليهم أموالهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم وعدم توقع عودهم. هذا ما يتعلق بأحكام البغاة. ثم قال الخوارج، الخوارج قوم مسلمون
الخوارج قوم مسلمون، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن الخوارج مسلمون. منهم من كفرهم مستدلا بظواهر الأحاديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وتسميتهم كلاب أهل النار، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في آخر كتاب الزكاة. واضح؟ وأظنها 10 أحاديث أخرج البخاري بعضها. قال: الخوارج قوم مسلمون يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إن دار الإسلام بظهور الكبائر فيها تصير دار كفر وإباحة، تاركون للجماعة، لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي أو لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم، أي أن الأئمة لما أقروا الناس على المعاصي كفروا بزعمهم، فلم يصلوا خلفهم. وقيل المراد جماعة المسلمين، أي تاركون لجماعة المسلمين. ولذلك شأن الخوارج دائما من علاماتهم أنهم يحبون التميز، الانزواء، يفارقون الناس في سكناهم، يفارقون الناس في لباسهم، يفارقون الناس في أشياء كثيرة. واضح؟ يتميزون. قال: قتال الخوارج واجب إن قاتلونا أو خرجوا عن قبضتنا، أي خرجوا عن طاعة الإمام بمنع حق توجه عليهم، وحكمهم كالبغاة، وإلا، يعني حكمهم من حيث القتال أنه لا يقتل أسيرهم، لا يذفف على جريحهم، لا يتبع مدبرهم. واضح؟ نفس الحكم الذي مر معنا في البغاة. وإلا فغير جائز، أي إن لم يقاتلونا ولم يخرجوا عن قبضتنا فقتالهم غير جائز. إنما يقاتل الخوارج متى؟ إذا قاتلوا الإمام. إذا لم يقاتلوا لا يقاتلهم، لا يبدأهم بالقتال. ولذلك قال: وحكمهم كالبغاة وإلا فغير جائز، أي إلا إن تضررنا بهم، أي لا يجوز ابتداؤهم بالقتال إلا إذا تضرر بهم المسلمون. قال: كأن أظهروا بدعتهم وخشي ركون بعض العوام لهم باعتقاد قولهم. إذا كانوا يبثون للعامة عقيدتهم وخشي الإمام من انتشار عقيدتهم في أواسط الناس فهنا يقتلوا، لأن ظواهر النصوص أو ظواهر كثير من النصوص تدل على رأي الخوارج، لولا أنك تحمل النصوص بعضها على بعض. وإلا فمثل قول المولى سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة، واضح أو لا؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واضح أو لا؟ في ظواهر النصوص تؤيد من مثلا من غش المسلمين فليس منهم، يعني كافر، صح؟ من حلف بالأمانة فليس منا، يعني كافر، صح ولا؟ ظواهر النصوص كثير، يعني في القرآن في السنة تعطي شبهة قوية. ولذلك يخشى أن هؤلاء إذا انتشروا بين المسلمين أن يبثوا هذه الشبهة بينهم فيتأثر الناس، هنا الإمام له أن يقاتلهم. ولذلك مثل هذه النصوص التي ذكرتها لك لو وجدت في القرآن الكريم ستجد مثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منه تفهم معاني تلك النصوص السابقة، وأن كل ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى. فهمنا أو لا؟
أيوة. إذن بارك الله فيكم، هذا كلام مهم جدا. يقول: إلا إن تضررنا بهم كان أظهروا بدعتهم وخشي ركون بعض العوام لهم باعتقاد قولهم إن من أتى كبيرة كفر، فنتعرض لهم حتى يزول الضرر. فهمنا بارك الله فيكم. قال: الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو ذروة سنام الإسلام، واسمه الذي سماه الله سبحانه وتعالى الجهاد، وينبغي أن يقرر في كتب المسلمين الدراسية بهذا الاسم الجهاد، لأن هذا مصطلح شرعي وعبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها المسلمين، وشرع لغاية نبيلة ومقصد حميد، وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فليس الجهاد مشروعا لأخذ الثروات واغتصاب البلاد وسبي النساء، ليس لهذا مشروعا، بخلاف ما فعل في بلاد المسلمين من قبل الكفار. جاءوا إلى بلاد المسلمين في حالة ضعف المسلمين، استباحوا الأعراض، نهبوا الثروات، قتلوا المسلمين بغير ذنب، وسموا ذلك استعمارا. حتى لفظ استعمار لفظ جميل، لأن استعمار معناه من العمارة، كأنهم جاءوا يعمروا بلادنا، وهم في الحقيقة جاءوا لخرابها. هذا في الحقيقة يسمى اغتصابا، يسمى احتلالا. والعجيب أنهم في مثل هذا، أي في دخول الكفار إلى بلاد المسلمين، يسمون هذا استعمار. ثم إذا جاء بعض المسلمين واستولى على بعض بلاد المسلمين، أو حكم بعض بلاد المسلمين، كما مر مثلا في الخلافة العثمانية حكمت بعض بلاد المسلمين، يسمون هذا احتلالا، مع أن الخلافة العثمانية عندما حكمت مثلا بعض بلاد المسلمين لم يعني، وإن وجد بعض عملية إيش نشر التراث التركي تمام في تلك البلاد، لكن ليس بالشكل الذي وجد في نشر التراث الغربي في بلاد المسلمين. يعني بعض بلاد المسلمين التي احتلتها فرنسا بكسر الفاء، اكسروها كسرها الله تمام، اكسروا الفاء كسرها الله. بعض بلاد المسلمين التي احتلتها فرنسا تمام، أصبح جل شعبها لا يتحدث العربية، إنما يتحدثون لغة المحتل، لغة المغتصب. فغيروا في الناس، غيروا في مناهج الدراسة، في ثقافة الناس إلى غير ذلك. فكيف هم لا يخجلون من تاريخهم؟ هم إذا ذكروا هذا يسمونه استعمار، ويسمونه عصر النهضة، وعصر يفتخرون به. ونحن تجد الواحد منا إذا جاء إلى درس الجهاد يستحي هكذا، وكأنه الإسلام هذا الجهاد أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الجهاد هذا هو السبب في النهضة أوروبا، هو السبب، هو الذي أدخل العلم من خلال أسبانيا ومن خلال النمسا فيما بعد، وخلال إيطاليا إلى بلاد أوروبا. ولذلك بعض علمائهم يقول: لولا أننا أحرقنا تراث المسلمين، أي الذي كان في أسبانيا، وأحرق تراث المسلمين، أغرق تراث المسلمين الذي كان في العراق، لولا هذا هدم تراث المسلمين وإحراق كتبهم وإغراق كتبهم، لكنا اليوم نسبح بين المجرات. يعني لتقدم العلم أكثر، لأن المسلمين شكلوا نهضة قوية، ليس على مستوى المسلمين بل على مستوى العالم أجمع. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يخجل من مصطلح الجهاد، هو مصطلح شرعي ذكر في القرآن هكذا، وأن نبين أن مقصد الجهاد هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. هذا مقصد الجهاد. ليس نحن لا نقتل الكافر لأنه كافر، لو كنا نقتل الكافر لأنه كافر لما قبل المسلمون الجزية من أحد. الكافر لا يقتل لأنه كافر، إنما يقتل من منع نشر دعوة الله عز وجل في الأرض، واضح؟ وقاتل على ذلك هذا يكون الجهاد معه. ولذلك عندنا الكفار أربعة أصناف: كافر ذمي،
كافر معاهد وكافر مستأمن، وهؤلاء معصومون. الغير معصوم هو الكافر الحربي، واضح؟ إذن واحد غير معصوم والثلاثة معصومون، مع أن الكافر المعاهد هذا في الأصل هو حربي، والمستأمن في الأصل هو حربي، لكنه معصوم بسبب عهد أو بسبب أمان، واضح؟ إذن ما يشعر به بعضهم اليوم المتأثر بالثقافة الغربية من خجل إذا جاء مصطلح الجهاد، هذا يعني عليه أن يراجع نفسه، لا خجل من هذا. الجهاد عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله في الأرض. قد يكون حصلت سوء تصرف من بعضهم، قد يكون حصل تجاوزات، أخطاء، هذه الأخطاء تعالج. لا نقول أنه لم تحصل أخطاء، هذه الأخطاء تعالج، لكن هذا لا يؤثر على تلك العبادة، كما أنه تحصل أخطاء من المصلين ولا يؤثر ذلك على الصلاة، تحصل أخطاء من الصائمين ولا يعني ذلك إلغاء الصيام. كذلك في الجهاد إذا حصلت أخطاء، واضح، ينبغي أن تصرح الأخطاء. ولذلك من الأشياء المهمة التي ينبغي للعلماء إذا يعني حصل ما يدعو لتعليم أحكام الجهاد أن يعلموها للناس بشكل واضح تجنبا لهذه الأخطاء، واضح؟ بارك الله فيكم. قال هنا، يعني الكلام حول هذا يطول لكن نكتفي بهذا. الجهاد مأخوذ من المجاهدة، وهي المقاتلة لإقامة الدين، هذا لإقامة الدين، تمام؟ هذا هو المقصد، إعلاء كلمة الله، المقاتلة لإقامة الدين. قال: الجهاد هو القتال في سبيل الله. حكم الجهاد، حكم الجهاد، الجهاد بين فرض كفاية وفرض عين. قال: حكم الجهاد الوجوب الكفائي. متى يكون واجبا كفائيا؟ وما الذي يقوم مقام الواجب الكفائي؟ قال: حكم الجهاد الوجوب الكفائي. طبعا عادة الفقهاء في الكتب الطويلة إذا جاءوا إلى باب الجهاد يستطردون في الكلام حول فروض الكفاية، يجدون المناسبة في كتاب الجهاد للكلام على فروض الكفاية، يتكلمون يذكرون فروض الكفاية وأنواع وأشياء من هذا القبيل، واضح؟ أيوة، مثل روضة الطالبين ومثل بعض شروح المنهاج. فقال هنا: حكم الجهاد الوجوب كفاية على المسلمين الذكور، خرج النساء، البالغين، العقلاء، الأحرار، المستطيعين، كل عام فيما إذا كان الكفار ببلادهم، أي إذا كان الكفار ببلادهم، أي ببلاد الكفار، يعني إذا كان الكفار ببلادهم ونحن المسلمون في بلادنا، واضح؟ فالجهاد هنا ما حكمه؟ فرض كفاية في كل عام، يعني في كل عام الإمام يقوم بغزوة أو غزوتين. طيب، هل يقوم مقام ذلك شيء آخر؟ نعم، قالوا: يقوم مقام ذلك أن الإمام يقوم بشحن الثغور. الثغور هي أطراف بلاد المسلمين المحاذية لبلاد الكفار، يقوم بشحنها بالعدد من الرجال والعدد من السلاح في كل عام، فإذا قام بشحنها في كل عام فإن هذا يقوم مقام فرض كفاية، واضح؟ وهذا موجود في الكتاب، انظر ماذا قال. قال: المستطيعين، أي القادرين عليه بالبدن والمال من نفقة وسلاح، وكذا بالمركوب إن كان سفره سفر قصر، يعني إذا كان سفر قصر لا يجب عليه الوجوب الكفائي إلا إذا توفر المركوب، وإلا لم يشترط إلا في حق غير القادر على المشي، ولا بد أن يكون ذلك فاضلا عن مؤنة من تلزمه مؤنته ذهابا وإيابا، يكون زائدا عمن تلزم عن نفقة من تلزمه مؤنته في الذهاب والإياب ومدة بقائه هناك. قال: كل عام، أي لفعله صلى الله عليه وسلم له كل عام، فإن احتيج إلى زيادة زيد، ويقوم مقام ذلك، هذا هو
ويقوم مقام ذلك أن يشحن الإمام الثغور بالعدد أي من الرجال والعدد أي من السلاح مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء ذلك. تقليد أي تنصيب الأمراء، تنصيب الأمراء على الجيش في تلك البلاد التي هي محاذية لبلاد الكفار. هذا يقوم مقام فرض الكفاية، يعني لو فعل هذا يكفي، فهمنا؟ هذا بالنسبة للجهاد الذي يجب وجوبا كفائيا. وعينا على أهل بلدة دخلها الكفار، وعينا أي ويجب الجهاد وجوبا عينيا على أهل بلدة دخلها الكفار وعلى من دون مسافة قصر منها. نفترض أن الكفار دخلوا هذه البلدة، يجب علي أهلها أن يدفعوا الكفار، ويجب على من كان دون مسافة القصر أن يدفعوا هؤلاء الكفار، بخلاف من كانوا فوق مسافة القصر فلا يجب عليهم إلا في حالة حصول ماذا؟ العجز. انظر ماذا قال. قال: وعينا على أهل بلدة دخلها الكفار إلا إذا لم يمكن من قصده العدو تأهب للقتال. افهم هذا. جاء الكفار إلى بلدة، جاء الكفار إلى بلدة ودخلوها، وأهل هذه البلدة بين خيارين: أن يقاوموا أو أن يهربوا. إذا قاوموا لا يأمنون أن يقعوا أسرى أو أن يقتلوا، واضح؟ لأنهم لم يكونوا مستعدين للقتال فاجأهم العدو. انظر ماذا قال. قال: وعينا على أهل بلدة دخلها الكفار إلا، أي ولا يجب في هذه الحالة، أي ولا يكون واجبا عينيا، إذا لم يمكن من قصده العدو تأهب لقتال. وجوز أسرا وقتلا فلا يصير فرض عين ولا فرض كفاية. فهمنا؟ أي أن العدو دخل بلدة وأهلها في غير حالة تأهب، غير مستعدين للقتال، فجاءهم العدو، حينئذ إذا جوزوا القتل أو الأسر فلهم أن يخرجوا دون قتال، فالقتال حينئذ ليس فرض عين، والقتال حينئذ ليس فرض كفاية، واضح؟ قال: فلا يصير فرض عين ولا فرض كفاية، فله استسلام، تمام؟ وقتال إن علم أنه إن امتنع من الإسلام من الاستسلام قتل. إذن إذا كان يظن أنه إذا أسلم، عفوا، إذا استسلم لن يقتل، سيترك أو سيحبس فقط، يستسلم أفضل. إذا كان يعلم أنه إذا استسلم سيقتل، لا، يقاتل أفضل، فهمنا؟ قال: فله استسلام، هذا الخيار الأول. وقتال، متى له القتال؟ إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل، وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت، ولا فرق في أهل البلد التي دخلها الكفار أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر، لا فرق بين الفقير والولد والمدين والرقيق وأضدادهم، وإن لم يأذن الأصل، أي يقاتل الصبي حتى وإن لم يأذن له الأصل، يقاتل المدين حتى وإن لم يأذن له الدائن، يقاتل العبد حتى وإن لم يأذن له السيد، لأن هذا فرض عين، لأن هذا فرض عين، فهمنا؟ قال: وعلى من دون مسافة قصر منها، أي إذا دخل الكفار، انتبه معي، إلى بلدة يجب على أهل هذه البلدة قتال الكفار، واضح؟ ويجب على من كان دون مسافة القصر أن يقاتل الكفار. طيب لو قال لك قائل: أهل البلدة فيهم كفاية، هل يجب أيضا على من دون مسافة القصر؟ نعم، حتى وإن حصلت الكفاية بهؤلاء. انظر ماذا قال:
وعلى من دون مسافة قصر منها وإن كان في أهلها كفاية، أي يجب على من دون مسافة القصر وإن كان في أهل البلدة كفاية. أما من كان بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة، عند الحاجة، كأن انكسر المسلمون، عند الحاجة بقدر الكفاية فقط، بقدر الكفاية فقط. ثم قال: ما يثبت للأسير. الأسير بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من يصير أسيرا بمجرد الأسر، تمام؟ الأسرى نوعان. نوع الأول من يصير أسيرا بمجرد الأسر، والثاني لا يصير أسيرا بمجرد الأسر. فالذي يصير أسيرا بمجرد الأسر هم الأطفال والنساء والعبيد والمجانين، والذي لا يصير أسيرا هم الرجال البالغون الأحرار. فهؤلاء يتخير فيهم الإمام بحسب مصلحة المسلمين، أما هؤلاء فلا يجوز قتلهم، لأن في قتلهم تفويت مال على المسلمين، هؤلاء يصبحون أسرى مباشرة. واضح؟ انظر ماذا قال. قال: ما يثبت للأسير. الأسير الناقص من الكفار. إيش معنى الناقص؟ هذا الناقص إما ناقص لأنه طفل، أو ناقص لأنه امرأة، أو ناقص لأنه عبد. الأسير الناقص من الكفار بصبا أو جنون أو أنوثة أو رق، يصير رقيقا بنفس الأسر، بنفس الأسر يصبح رقيقا. طيب العبد هذا أصلا هو رقيق، كيف يصبح رقيقا؟ نقول يعني يستمر رقه، يستمر رقه. والكامل من الكامل؟ هو البالغ العاقل الذكر الحر، يفعل فيه الإمام الأحظ من أربعة أشياء: قتل ومن وفداء وإرقاق. قتل إما أن يقتل، وإما من، معنى من أي العفو مجانا، تمام، وإما فداء وإما إرقاق. واضح؟ يفعل ما فيه مصلحة لمن؟ للمسلمين. نعم. قال هنا في التعليق: والكامل ببلوغ وعقل وذكورة وحرية يفعل فيه الإمام الأحظ للإسلام والمسلمين، فحظ المسلمين الاسترقاق والفداء. ليش حق المسلمين الاسترقاق؟ لأن في هذا تحصيل مال لهم إذا استرقهم. والفداء، الفداء هذا ينقسم إلى قسمين: إما فداء ببدل، وإما فداء مجاني. فداء ببدل نعطيكم من عندنا من الأسرى، تعطون من عندكم من الأسرى. واضح؟ نعطيكم من عندنا، تعطون من عندكم، نريد أسرى المسلمين الذين عندكم، ونعطيكم الأسرى الذين عندنا، تمام؟ هذا فداء ببدل، قد يكون البدل أسرى مسلمين، قد يكون البدل سلاح، نريد سلاح ونعطيكم الأسرى. وقد يكون هذا الفداء إيش؟ فداء مجاني بدون مقابل، تمام؟ بل قال جماعة من الفقهاء: إن هؤلاء الكفار الحربيين لو أخذوا من المسلمين أهل ذمة، أسروا أهل ذمة، واضح؟ فإننا نفك أسرهم، أي أسر أهل الذمة، لأن
الدولة المسلمة أو الدولة التي تحكم أهل الذمة ملزمة بالدفاع عنهم، واضح؟ ملزمة بالدفاع عنهم. قال هنا: فحفظ المسلمين، فحظ المسلمين الاسترقاق والفداء لما يعود عليهم من الغنائم وحفظ مهجتهم، والمن حظ للإسلام. المن عليهم مجانا، هذا هو المن، يعني الفداء المجاني هو المن، تمام؟ هذا فيه حظ للإسلام لأن فيه إظهار سماحته، إظهار سماحته. قال: والمن حظ للإسلام فلا بد من نظره، أي الإمام، للأمرين. بسم الله. ثم قال: من قتل بضرب الرقبة لا بغيره، ومن أي بتخلية سبيله بلا مقابل، وفداء بأسرى أو مال، فإن خفي على الإمام الأحظ في الحال حبسه حتى يظهر، ولو أسلم كافر بعد الأسر عصم دمه فقط، والخيار باق في الباقي. يعني إذا أسلم الكافر بعد الأسر لا يقتل، لكن يبقى خيار ماذا؟ الاسترقاق، وخيار المن، وخيار الفداء. واضح؟ نعم. قال بارك الله فيكم: الغنيمة. الغنيمة لغة مأخوذة من الغنمي، وهو الربح. وفي القاعدة الفقهية المشهورة: الغنم بالغرم، أي الربح بالغرم. الغنيمة لغة من الغنم وهو الربح، لربح المسلمين مال الكفار. وشرعا ما أخذناه من أهل حرب قهرا، ما أخذناه من أهل حرب، من أهل حرب، قال مما هو لهم، أي من أموالهم، لا ما أخذوه من مسلم. يعني نفترض أن أهل الحرب أخذوا أموال المسلمين، فلما غزوناهم وجدنا أموال المسلمين عندهم التي أخذوها من المسلمين، هل تكون أموال المسلمين هذه غنيمة أو لا؟ لا، لا تكون غنيمة. قال: لا ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق، فيجب رده إليه إن عرف، أي فيجب رده إلى المسلم أو الذمي إن عرف، وإن لم يعرف فهو مال ضائع أمره لبيت المال. وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، فإنه في، أي أن المرتد إذا مات على ردته فإن ماله لبيت مال المسلمين يكون فيئا، كما مر معنا في الزكاة، ومر معنا أيضا في الإرث، ومر معنا قريبا في درس المرتد، في درس المرتد قال: ملك المرتد موقوف، تمام، وذكرنا هذا. فإن مات مرتدا تبين زواله من حين الردة، وحكمه أنه فيء، مر معنا هذا قبل درس. قال بارك الله فيكم: وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فإنه فيء. قهرا، أي ما أخذناه من أهل حرب قهرا بقتال أو سرقة، يعني لو أن مسلما سرق مال الحربي، واضح؟ فإن هذا يكون في الغنيمة. قال: أو اختلاس من دارهم. اختلاس، ما معنى اختلاس؟ أي أنه أخذ مالهم وهرب، اعتمد على الهرب. أو لقطة لم يمكن كونها من مسلم، فإن هذا له حكم الغنيمة. قال: ما يفعل بالغنيمة؟ يدفع من الغنيمة السلب للقاتل، ثم يخمس الباقي. إذن أول شيء في الغنيمة بارك الله فيكم يخرج السلب، وهو ما يكون مع المقاتل الكافر من لباس وسلاح شخصي ونحو ذلك. هذا السلب لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله
سلب. قال هنا يدفع من الغنيمة السلب للقاتل، أي لقاتل الكافر، سواء قتل الكافر أو أزال منعة الكافر، يعني أزال قوته، يعني حتى لو لم يقتله لكن أعاقه عن الحركة. واضح؟ فالسلب لمن فعل به ذلك. قال هنا يدفع من الغنيمة السلب، السلب هو ما مع الحربي من ثياب ومن ران. الران إيش هو الران؟ وهو خف بلا قدم، تعرفونه أو لا؟ لم تشاركوا في القتال من قبل. هذا مثل هذا الشراب، لكن يلبس هنا بدون هذا، يلبس هنا من أجل أن يحمي هذا المكان من الضربات، إذا ضرب بسيف أو جاء سهم أو شيء يكون كالحماية للساق. أيوة، مثل ما يستعمل لاعبو كرة القدم، هذا يلبس هنا في هذا المكان. واضح؟ يحمي ساق المقاتل من الضربات والطعنات، هذا يسمى ماذا؟ ران، خف لكن بلا قدم، ليس إلى هنا. فهمنا؟ نعم. تحتاجون إلى معرفة لهذه المصطلحات. قال هنا ومن ران وهو خف بلا قدم وخاتم ونفقة، أي إذا كان الكافر عنده خاتم فهذا الخاتم لقاتله من السلب، إذا كان عنده نفقة في جيبه مال هذا لقاتله. قال وجنيبة، إيش معنى جنيبة؟ الجنيبة هي الخيل الأخرى التي يكون عليها متاع المقاتل، يعني يكون عنده مثلا فرسان، فرس يقاتل عليها وفرس عليها سلاحه وطعامه وثيابه. واضح؟ هذه تسمى ماذا؟ جنيبة. قال بعض شيوخنا سميت جنيبة لأنها تمشي بجانبه، إذا يمشي تمشي، هو يركب واحدة والأخرى تمشي بجانبه، سميت جنيبة. تمام. قال وجنيبة قاد معه وآلة حرب كدرع ومركوب، وآلته كسرج ولجام، السرج هنا واللجام الذي يغطى به الفم. واضح؟ قال رحمه الله تعالى يدفع من الغنيمة السلب للقاتل. قال المراد بالقاتل، ما المراد بالقاتل؟ ليس المراد بالقاتل هنا من أزهق الروح كما قلت لك. قال المراد به من ركب غررا. ما معنى غررا؟ الغرر الأمر الخطير، أي خاطر بنفسه. من ركب غررا أي خاطر بنفسه. من ركب غررا منا، أي من المسلمين، بإزالة منعة حربي في حرب. بإزالة منعته، إيش معنى منعته؟ أي بإزالة قوته، يعني بعد أن هاجمه هذا المسلم أصبح هذا الكافر الحربي لا يستطيع القتال، إما لأنه قطع يديه مثلا أو قطع رجليه مثلا أو نحو ذلك. تمام. وهم ذكروا تفاصيل، هنا ذكر لك قال كأن يقتله واحد، أو يعميه اثنين، أو يقطع يديه أو رجليه، أو يده ورجله، أو يأسره. مفهوم هذا أنه لو قطع له يد واحدة، لو قطع له يدا واحدة فإن هذا لا يستحق السلب، لأن منعته أي قوته لم تزل. لكن إذا قطع كلتا، إذا قطع اليدين جميعا، كلتا يديه أو قطع كلتا رجليه أو أعمى بصره، زالت المنعة، زالت القوة. فهمنا؟ أو قطع يدا ورجلا، زالت القوة. لكن قطع رجل واحدة لا يكفي، قطع يد واحدة لا يكفي. قال ثم يخمس الباقي فتدفع أربعة أخماسه لمن شهد الوقعة، أي المعركة. للراجل من أهل الفرض، من هم أهل الفرض؟
المسلمون البالغون العقلاء. تمام. قال للراجل من أهل الفرض وهم المسلمون البالغون العقلاء الأحرار الذكور سهم، وللفارس منهم ثلاثة أسهم، أي ومن يقاتل على الفرس له ثلاثة أسهم، لأن القتال على الفرس أنكى في العدو، أشد تأثيرا في العدو. ويرضخ لمن ليس منهم، الرضخ معناه في اللغة العطاء القليل، وشرعا شيء من الغنيمة لكنه يكون أقل من السهم. يعني الآن الغنيمة تقسم إلى أسهم متساوية، كل مقاتل كامل يعطى سهما. إيش معنى مقاتل كامل؟ يعني مسلم بالغ عاقل حر ذكر، يعطى سهما كاملا. طيب لو شارك في القتال عبد يعطى سهم؟ لا، يعطى الرضخ. كم الرضخ؟ أقل من سهم. لو شارك النساء في القتال، يعني مثلا في مداوات الجرحى، في إحضار الماء، في تضميد الجراح، في نحو ذلك، واضح؟ يرضخ لها. لو شارك صبي مميز، لو شارك ذمي مع المسلمين في القتال، شارك ذمي مع المسلمين في القتال أيضا يرضخ لهم. قال هنا وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل وللفارس ويجتهد الإمام في قدره. قال بارك الله فيكم ويرضخ لمن ليس منهم. ويخمس خمسها، الخامس سهم للمصالح، تمام، أي مصالح المسلمين كالعلماء بعلوم الشرع والأرامل وعمارة المساجد والحصون، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وابن السبيل قال بشرط الحاجة وإن قدروا على الاقتراض، كما مر معنا في الزكاة، فابن السبيل في الزكاة يعطى من الزكاة وإن كان يستطيع الاقتراض. تمام. ثم قال الفيء. الفيء لغة الرجوع. لماذا سمي رجوعا؟ لأن المال رجع إلينا، لأن المال رجع إلينا، واضح؟ فالمال يكون نعمة إذا كان بيد المسلم، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لأن المسلم ينفق المال كما أمر الله عز وجل لا كما تملي عليه شهوته، واضح؟ فقال الفيء لغة الرجوع. وشرعا ما أخذناه من الكفار بلا بغير قهر، أي بغير قتال. تمام. ما أخذناه من الكفار، قال كالكفار هنا وفي الغنيمة، من لم تبلغه الدعوة، نفس الحكم، من لم تبلغه الدعوة له حكم الكفار هنا، من لم تبلغه الدعوة له حكم الكفار هنا. قال بغير قهر كالجزية. فما أخذناه من الكفار جزية هذا يعتبر فيئا. قال وعشر تجارة، أي أن الكفار إذا دخلوا إلى بلادنا للتجارة عندهم بضائع أتوا بها لبيعها في بلاد المسلمين، فإن الإمام يفرض عليهم عشورا، أي جزءا من أموالهم. تمام. قال وما تفرقوا عنه ولو لغير خوف، أي إذا هرب الكفار من سبب ما وتركوا أموالهم، واضح، فأخذها المسلمون، فهذا يعتبر فيئا. قال وما تفرقوا عنه، أي ذهبوا وتركوه، ولو لغير خوف كضر أصابهم. نعم، ما تفرقوا عنه بعد تقابل الجيشين يعتبر غنيمة. تمام. ما حكم الفيء؟ قال ما يفعل بالفيء؟ يخمس الفيء. الفيء يخمس، فتدفع أربعة أخماسه للمرصدين للجهاد، تدفع
أربعة أخماسه للمرصدين الجهاد. شوف المجاهدون ينقسمون إلى قسمين، المجاهدون قسمان، مجاهدون مرتزقة يسمون عند الفقهاء مرتزقة، وإن كان هذا الاسم اليوم صار له معنى في الإعلام قبيح، لكن الفقهاء يسمونه مرتزقة، أي أنهم يأخذون الرزق من بيت المال، يأخذون المكافأة من بيت المال. والقسم الثاني متطوعة، المتطوعة هؤلاء يعطون من الزكاة. لو تذكرون في قوله عز وجل في آية الزكاة وفي سبيل الله قلت لكم للمجاهدين المتطوعين بالجهاد هؤلاء، أما المرتزقة فهم الذين يعطون من الغنيمة والفيء. فهمنا؟ انظر ماذا قال، قال هنا يخمس الفيء فتدفع أربعة أخماسه للمرصدين للجهاد، قال بتعيين الإمام لهم، أي أن الإمام عينهم، يعني هؤلاء اليوم نستطيع أن نقول موظفون في الجهاد، تمام، بتعيين الإمام لهم، ويسمون المرتزقة لأنهم يأخذون الرزق من بيت المال. أما المتطوع، أما المتطوعة فلا يعطون من الفيء بل من الزكاة، فيعطي الإمام كل من المرتزقة وكذا قضاتهم وأئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم بقدر حاجة ممونهم من نفسه وغيرها، مراعيا فيها الزمان والمكان والرخصة والغلاء وعادة الشخص مروءة وضدها. واضح؟ إذن يعطي لكل واحد بحسب حاجته. فمن عنده أولاد كثير حاجاتهم كثيرة ليس كمن عنده أولاد قليل حاجاتهم قليلة. إذن يكون التقسيم بينهم بحسب هذه المعايير، تمام، بحسب هذه المعايير. قال ويصرف خمسه الخامس مصرف خمس الغنيمة. إذن حتى يكون الأمر واضحا لكم، بالنسبة للغنيمة نفترض أن هذه الغنيمة أولا في الغنيمة يخرج منها ماذا؟ السلب، تمام؟ ثم بعد السلب تخمس إلى كم أخماس؟ إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين وخمس لخمسة مصارف لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تمام. هذا بالنسبة لماذا؟ الغنيمة. هذا بالنسبة للغنيمة، جيد. الفيء عند الشافعية الفيء كالغنيمة، الفيء عند الشافعية كالغنيمة، أي أن أربعة الأخماس للمجاهدين والخمس هذا لهذه الخمس الأصناف عند الشافعية، وهو من مفردات المذهب الشافعي. عند الجمهور الأئمة الثلاثة يقولون إن الفيء كله للمصالح، لا يعطى منه المجاهدون شيئا. واضح؟ الفيء الذي حصل للمسلمين بلا قتال، لمن؟ لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح؟ هذا عند الجمهور خلافا للشافعية، تمام. قال بعد ذلك بارك الله فيكم الجزية. الجزية لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، اسم لخراج أي لمال مجعول
على أهل الذمة سواء كان بعقد أم لا. وشرعا مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص. قال مال، الجزية تطلق على المال وتطلق على العقد الذي بين الإمام والكفار المخصوصين. إذن الجزية لها إطلاقان، مثلا قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة حتى يعطوا الجزية، ما المراد بالجزية؟ المال. هنا قال لك في عنوان الدرس الجزية، ما المراد بالجزية؟ العقد. إذن الجزية قد تطلق على العقد وقد تطلق على المال. ولذلك قال لك وشرعا مال، قال وتطلق أيضا على العقد المفيد لذلك. يلتزمه كافر مخصوص هو المتصف بالشروط الآتية بعقد مخصوص وهو المركب من الإيجاب والقبول. فعقد الجزية عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول. دل على مشروعية الجزية قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في سورة التوبة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الموضوع يأتي فيه ما تقدم ذكره في الجهاد، أن مصطلح الجزية مصطلح شرعي وارد في القرآن، لا ينبغي الخجل من تقريره، وقد ورد في القرآن الكريم في آية لا يمكن محوها من المصحف. واضح؟ وليس عندنا في كتاب الله شيء نستحي من ذكره، فهو مصطلح شرعي مصطلح الجزية. اليوم الدول تأخذ من الناس أموالا بمسميات ظالمة ولا يستحيون من ذلك، يسمونها ضريبة، يسمونها غرامة، يسمونها رسوم عمل، يسمونها رسوم شركات، يسمونها أجرة إقامة، يسمونها مصطلحات كثيرة، ما في مشكلة. طيب فلماذا يخجل إذا قال جزية مع أنها مذكورة في القرآن الكريم؟ واضح بارك الله فيكم. هذا مصطلح لا يحمل المسلم على أن يخجل، بل يفتخر المسلم أن كانت الجزية سبيلا لحقن دماء أهل الذمة، فهم يعطون الجزية بمقابل أن تقوم الدولة بحمايتهم وإقرار حقوق لهم، كما سيأتي بيانه في هذا المبحث إن شاء الله. فقال هنا بعقد مخصوص، قال أركان الجزية، أركان الجزية خمسة: عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة. طبعا ليس المقصود بالأركان هنا الأجزاء التي تتركب منها عقد الجزية، لأن المكان ليس جزءا من الجزية، إنما المقصود بالمكان أي بيان المكان الذي يحرم عليهم أن يدخلوا فيه، هذا المقصود وسيأتي بيانه. قال أركان الجزية خمسة: عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة. شرط العاقد عاقد الجزية، شرط عاقد الجزية كونه إماما بنفسه أو بنائبه. الذي يعقد الجزية ليس أي أحد، الإمام أو نائب الإمام فقط. ما المراد بنائب الإمام؟ انظر ماذا قال، قال أي نائبه الخاص، يعني ليس أي وزير ممكن أن يعقد الجزية، ليس أي قائد في الجيش ممكن أن يعقد الجزية، لا، نائب الإمام الخاص، إلا إذا نص الإمام على توكيل شخص بعينه فهذا يمكنه أن يعقد عقد الجزية. فقال أي نائبه الخاص بأن يأذن له في عقد الجزية لا العام كوزيره، إلا إن صرح له بها، أي إلا إن صرح له الإمام بعقد الجزية فله أن يعقد الجزية، أي الوزير العام. فلا يعقدها الآحاد، لا يقوم واحد مسلم
يذهب إلى بيت ذمي ويعقد له الجزية بنفسه، واضح. قال فلا يعقده الأحد، لكن انتبه، لكن لا يغتال المعقود له منهم، بل يبلغ مأمنه ثم نقاتله. يعني مثال، أحد المسلمين عقد الجزية لقوم كفار من نفسه دون إذن من الإمام، عقد الجزية لبعض الكفار، نقول عقد الجزية هذا لا يصح. إيش معنى لا يصح؟ هل معنى لا يصح أن هؤلاء لا زالوا حربيين فلنا قتالهم؟ نقول لا، بل نبلغهم مأمنهم، واضح؟ أي ما يأمنون به من بلادهم، أي من طرف بلادهم، ثم يقاتلون، واضح؟ لا نقول ما دام أن عقد الجزية لا يصح أن يعقده هذا الشخص إذن هؤلاء تهدر دماؤهم هنا يقتلون هنا، لا. انظر ماذا قال، لكن لا يغتال، أي لا يغدر بالمعقود له منهم، بل يبلغ مأمنه ثم نقاتله. قال شروط المعقود له الجزية، شروط المعقود له الجزية خمسة: البلوغ، فلا تعقد الجزية لصبي، أي لا تؤخذ الجزية عن صبي. والعقل، فلا تؤخذ الجزية عن مجنون. والحرية، فلا تؤخذ الجزية عن رقيق، حتى سيده لا يدفع عنه الجزية، لا من الرقيق ولا من سيده. والذكورة، فالجزية لا تفرض عن المرأة، لا تفرض على المرأة جزية، واضح. ولو نظرت إلى هذا، إلى هذا التشريع وقارنته بالتشريعات المعاصرة، بانت لك سماحة الإسلام. اليوم الرسوم التي تفرض على الناس تفرض على الصغير والكبير والعاقل والمجنون والذكر والأنثى، صح؟ وتفرض رسوم كثيرة أكثر مما سيأتي ذكره، واضح؟ لكن هنا إعفاء الصبيان، إعفاء المجانين، إعفاء العبيد، إعفاء النساء، إعفاء، واضح؟ قال والذكورة، فلا جزية على صبي ولا مجنون مطبق جنونه ولا رقيق ولا عنه على سيده ولا امرأة. فلو طلبت عقد الذمة، أي المرأة، أعلمها الإمام بأنه لا جزية عليها. لو قالت المرأة أنا أريد عقد جزية، ما في عليه جزية، واضح؟ قال وكونه من أهل الكتاب، هذا الشرط الخامس، أو ممن له شبهة كتاب، فيكفي فيه أن يكون متمسكا بكتاب كتوراة وإنجيل وصحف إبراهيم وشيف وزبور داود، سواء كان المتمسك كتابيا أو مجوسيا، بشرط، يعني إذا كان مجوسيا، ألا نعلم أن جده الأعلى تمسك بذلك الكتاب بعد نسخه. هذا شرط عام في الكتاب والمجوسي، بشرط ألا نعلم أن جده الأعلى تمسك بذلك الكتاب بعد نسخه. قال بارك الله فيكم، شرط المكان الذي تعقد لأجل سكن الكافر به الجزية، شرط المكان الذي تعقد لأجل سكن الكافر به الجزية قبوله لتقريرهم، أي أن يكون المكان قابلا لسكن أهل الذمة. ما هو المكان الذي يقبل سكن أهل الذمة؟ كل مكان في الأرض يقبل سكن أهل الذمة إلا الحجاز، كل مكان في الأرض يقبل سكن أهل الذمة إلا الحجاز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجه البخاري. فسر الشافعية جزيرة العرب ببلاد الحجاز، واضح؟ فسروا جزيرة العرب ليس بالمصطلح المعروف الآن، وإنما ببلاد الحجاز. قال وهو ما سوى الحجاز. طيب ما هي الحجاز؟ ما هي حدود الحجاز؟ قال هو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها،
هذه أرض الحجاز التي يمنع إقرار أهل الذمة أن يسكنوا فيها. قال: شرط مال الجزية، شرط مال الجزية عند قوتنا أي عند قوة المسلمين كونه دينارا فأكثر كل سنة. كونه دينارا فأكثر كل سنة هذا عند قوة المسلمين. طيب إذا تمت السنة ولم يستطع الدفع، واضح؟ لأنه معسر، فإنها تستقر في ذمته. في قوانين كثير من الدول إذا تجاوز مدة بقائه في تلك الدولة ولا يدفع يتم سجنه ثم ترحيله، صح؟ هنا فلا يرحل، في التشريع الإسلامي ما في ترحيل، تبقى في ذمتك حتى ييسر الله عز وجل لك الخير. انظر ماذا قال: شرط مال الجزية عند قوتنا، أما عند ضعفنا فتجوز أن تكون أقل من دينار. قال: كونه دينار فأكثر. قال: فتسن للإمام مماكسة غير الفقير. إيش معنى مماكسة؟ يعني مثلا الإمام، يعني هم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فقير، متوسط، غني. الفقير هذا فقير، الإمام لا يماكسه، أما المتوسط يماكسه الإمام، يقول له الإمام: الواجب عليك ديناراً، لكن أنت تستطيع أن تدفع أكثر، فلذلك أنا أريدك أن تدفع 3 دنانير مثلا. يعني هكذا يماكسه، يعني يحاول أن يرفع معه. يأتي للغني يقول: الواجب عليك أن تدفع 4 دنانير، لكن أنت تستطيع أن تدفع 6، أمورك ميسرة. واضح؟ لكن الفقير هذا لا يماكسه، يتركه خلاص، هذا فقير بالعامية كحيان، تمام؟ أيوة. انظر ماذا قال: قال: فتسن للإمام مماكسة غير الفقير. نقول: تسن للإمام مماكسة غير الفقير وغير السفيه. فالسفيه غير الرشيد في التصرفات المالية لا يماكسه الإمام، حتى وإن كان متوسطا أو غنيا. قال: فتسن للإمام مماكسة غير الفقير والسفيه، فيعقد للمتوسط بدينارين وللغني 4 دنانير. واضح؟ قال: ويجب ذلك. ما الذي يجب؟ أي المماكسة. المماكسة في الأصل مسنونة، لكنها قد تجب. متى تجب؟ قال: وتجب عند الإمكان، أي إذا أمكن أن يماكس وأمكنهم الدفع فالمماكسة واجبة. يعني إذا أمكنهم الزيادة، المتوسط يزيد على 2 دينار، وأمكن للغني أن يزيد على 4 دنانير فالمماكسة واجبة. فهمنا؟ طيب أنت لو حسبتها الآن، الدينار الذي على الفقير 4 جرامات وربع، كم يطلع بالربية؟ قلتم إنه بمليون الجرام، صح؟ نقول 4 مليون، 4 مليون في السنة. هذا الفقير يدفع 4 مليون في السنة، واضح؟ الفقير يدفع 4 مليون في السنة. المتوسط يدفع كم؟ 8 مليون. الغني يدفع كم؟ يدفع 16 مليون. لو قارنت هذا بالضرائب التي تفرض والرسوم التي تفرض والغرامات التي تفرض الآن في القوانين، لوجدتها أضعاف هذه المبالغ. أحيانا تذهب في بعض الدول تشتري سلعة 5% ضريبة مضافة تسمى، السلعة قيمتها 100 تدفع 105 ضريبة مضافة. يختلف باختلاف الدول، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، اتركني مؤدب هكذا، يا غريب كن أديب، تمام؟ فهذا مشكلة. يعني أين الإشكال؟ الإشكال ليس في هذا، الإشكال عندما نستحي من تشريع إسلامي فيه سماحة، نستحي، نخجل أن نصرح بأحكامه، ونأتي إلى تشريعات بشرية فيها ظلم
ولا نستحي ولا نخجل أن نذكرها. واضح؟ يعني ينبغي أن يبرز جانب السماحة في التشريعات الإسلامية. قال هنا شروط صيغة الجزية. شروط صيغة الجزية أربعة: اتصال القبول بالإيجاب، 2 عدم التعليق، 3 عدم التأقيت. قال يستثنى ما لو قال أقررتكم ما شئتم، هذا يصح، أقررتكم ما شئتم، لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا، تمام، بخلاف ما لو قال ما شئتم أو ما شاء فلان أو ما شاء الله، فإنه إيش؟ فإنه لا يصح. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. طيب، طيب، ولذلك عقد الجزية عقد لازم من جهة الإمام، جائز من جهة الكافر، كما مر معنا في صفحة 127 لما ذكر أقسام العقود قال والثالث وهو العقد اللازم من جهة الجائز من جهة، قال الجزية، فإنها جائزة من جهة الكافر لازمة من جهة الإمام، فالكافر في أي وقت يمكنه فسخها، أما الإمام لا. نعم. ثم قال وذكر قدر الجزية أي قدر المال كالثمن في المبيع. ثم قال صورة عقد الجزية. صورة عقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه للكافر المستجمع للشروط أذنت لك في الإقامة بدارنا على أن تلتزم دينارا كل سنة جزية وتنقاد لحكمنا. واضح؟ وتنقاد لحكمنا، ما معنى وتنقاد لحكمنا؟ ليس معنى أن تصلي معنا في المسجد، لا، سيأتي بعد ذلك ما المقصود به. قال فيقول الكافر قبلت ورضيت، فلا بد من القبول، تمام. قال أحكام الجزية. أحكام الجزية كثيرة، منها 1 أنه يلزمنا الكف عنهم، 1 يلزمنا الكف عنهم فلا نتعرض لهم بسوء سواء كانوا بدارنا أم لا، بألا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما. عنده خمر في البيت، عنده خنزير في البيت، لا نتعرض لذلك. الحكم الثاني والدفع عنهم، أي ويلزمنا أن ندفع عنهم عدوان عدو سواء كان العدو الذي اعتدى عليهم كافرا أو مسلما. قال والدفع أي دفع المسلم وغيره عنهم إذا لم يكونوا بدار حرب ليس فيها مسلم، أما إذا كانوا بدار حرب فيها مسلم فأيضا ندفع عنهم. قال إلا إن شرط، أي شرطوا علينا أن ندفع عنهم حتى في دار الحرب، أو انفردوا بجوارنا. قال وضمان الثالث ما نتلفه عليهم، أي إذا أتلفنا شيئا من أموالهم فإننا نقوم بضمانه من نفس أو مال، أي يضمنه المتلف لا نحو الخمر، لأن الخمر لا قيمة لها شرعا فلا تضمن إذا أتلفت. قال الرابع ومنعهم من إحداث كنيسة، أي نمنعهم من بناء كنيسة جديدة، إحداث كنيسة، لكن هذا فيه تفصيل، هنالك 4 حالات نمنعهم فيها من إحداث كنيسة، وفي حالة لا نمنعهم، لهم أن يحدثوا كنيسة.
قال ومنعهم من إحداث كنيسة ونحوها ببلد أحدثناه. واحد، يعني إذا في بلد بناها المسلمون ابتداء، يعني قبل التاريخ الإسلامي لم تكن موجودة، مثل بغداد. بغداد مدينة بناها المسلمون قبل أن يتوجه المسلمون إلى العراق، ما في شيء اسمه بغداد. فهذه بلد بناها المسلمون، إذن نمنعهم من إحداث كنيسة في بلد أحدثه المسلمون كبغداد والقاهرة في مصر، هذه بلاد أحدثها المسلمون. واحد. اثنين، أو أسلم أهله عليه، يعني أسلم أهل هذه البلد عليه، كاليمن والمدينة. فاليمن والمدينة أسلموا على بلادهم، إذن نمنعهم من إحداث كنيسة فيما أسلم المسلمون عليه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، أو فتحه المسلمون عنوة، أي قوة بقتال، كمصر وأصبهان. أصبهان، هذه أصبهان، أصفهان في إيران فارس. فهنا نمنعهم، لماذا؟ لأن هذه البلاد فتحها المسلمون بالقوة بالقتال عنوة. هذا كم الآن؟ ثلاث. نمنعهم من إحداث كنيسة في بلد تم الصلح بيننا وبينهم صلحا مطلقا، تم الصلح بيننا وبينهم صلحا مطلقا، نمنعهم. قال أو صلحا مطلقا، أو صلحا لكن بشرط أن الأرض للمسلمين. واضح؟ صلح بشرط أن الأرض يملكها من؟ المسلمين. ولم يشرط إحداث كنيسة لهم، أيضاً يمنعون في هذه الصورة. طيب متى إذن يجوز لهم إحداث الكنيسة؟ أو متى لا يمنعون من إحداث الكنيسة؟ نقول لا يمنعون من إحداث الكنيسة إذا تم الصلح بيننا وبينهم وكانت الأرض لهم. واضح؟ تم صلح بينهم وبين المسلمين والأرض ما زالوا هم يملكونها، لم تنتقل ملكيتها إلى المسلمين. قال أو بشرط كونه لنا ولم نشرط إحداثها. تمام. ولذلك نقول لهم إحداث الكنيسة في صلح تكون الأرض لهم، يقرون عليها ويؤدون الخراج. الخراج يعني يدفعون مالا سنويا للمسلمين. فإذا كانت الأرض مملوكة لهم أقروا عليها، يؤدون الخراج للمسلمين في كل سنة مثلا، فهنا لهم إحداث كنيسة. قال وإذا امتنع عليهم، أي وإذا امتنع عليهم إحداث كنيسة في الصور السابقة، فخالفوا وبنوا كنيسة لزمنا الهدم. فهمنا؟ نعم. والعجيب اليوم أن دول تمنع، كثير من دول تمنع إقامة مساجد في دولهم التي هي دول كافرة، ولذلك يصعب على المسلمين في هذه الدول الكافرة أن يبنوا مسجدا. إذا استطاعوا استأجروا شقة، استأجروا مكانا ليصلوا فيه، ليقيموا فيه الصلاة، لكن أن يبنوا مسجدا لا يكاد يستطيعون إلا يعني بشق الأنفس. واضح؟ وهؤلاء أنفسهم يطالبون بالسماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين. لعل هذا بسبب الضعف الكبير الذي وصل له المسلمون. قال وإجراء أحكام الإسلام عليهم التي يعتقدونها. قال فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال، ونضمن ما نتلفه عليهم كذلك، وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا، لأنه محرم في جميع الشرائع، لم يبح الزنا في ملة من الملل، والسرقة ونحوهما أقيم عليهم الحد ونحوه، بخلاف ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر
ولذلك مر معنا في درس حد شرب المسكر أن الذمية لا يحد بشرب المسكر لأنه لا يعتقد تحريم ذلك، ونكاح المجوس للمحارم لأنهم لا يعتقدون تحريم ذلك. ثم قال: الصيد والذبائح، هذا درس مهم وبعده مهم وبعده أيضا مهم. نترككم للاستراحة ثم نقرأ الدروس إن شاء الله، ربع ساعة تستريحون فيها والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.